يا له من شعور غريب، يعجبني. يبدو الأمر كما لو أننا في قصة خرافية. أريد أن أمسك بفراشة. انظري إما، هناك باب. دعينا نحاول فتحه. مغلق. واو، نجحت. أما أين أنت؟ لا تتركينني وحدي، أنا أركض إليك. واو، كم هذا رائع، فقط انظري إلى عدد الأبواب. لا، طريق العودة مقطوع. انظري، هناك طريق مسدود. ماذا نفعل الآن؟ هذا يخيفني. أنا أيضاً، سيتعين علينا إيجاد طريقة أخرى. أنا لا أعرف حتى من أين أبدأ، أنا خائفة. انظري هناك، ما رأيك بهذا الباب؟ هيا يا إما، لا تقفي مكتوفة الأيدي، افتحي. إذا كنت شجاعة جداً ستكوني أول من يفتحه. حسناً، سأحاول، هذه فرصتنا. إما، ما خطبك؟ لا يجب أن تكوني هكذا جبانة. لماذا تصب هذا الهراء علي؟ أنا لا أحبه. نعم، لا أعتقد أنه شعور جيد. كنت أعلم، لا يجب فتح هذا الباب، لم أحبه على الفور. هل يمكنك أن تسرع من فضلك؟ نحن في عجلة من أمرنا للوصول إلى المنزل. لم يتبقى الكثير مونيكا، تحلي بالصبر. حسناً حسناً، أنا أنتظر. سأذهب أرى ماذا يوجد هناك أيضاً، ربما سأختار هذا الباب. واو، الكثير من الضوء. ما الذي يحدث هنا على أي حال؟ هناك رجل مع مطرقة. في الواقع أنا لست أي رجل، أنا الثور الحقيقي. لا تبدو جيداً جداً، البدلة كبيرة جداً عليك. يا أمي، ما هذا؟ وحش. لا يمكنك الابتعاد عني. مونيكا، أنا خائف، أنقذيني. لا تحضنني، ابقى على مسافة عني. سأرحل، اذهبي وتعاملي مع الأمر. هاي، أين أنت؟ ماذا تفعل هناك؟ ابتعدي، أحتاج إلى أن أكون بمفردي. يا إلهي، ألن سأحلم بهذا الوحش؟ لا أريد أن يكون لدي كوابيس. كيف حالك يا إما؟ هذا مقرف جدا. ربما حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ خيارنا التالي. انطلقي إذا كنت مستعدة. حسنا، لنجرب هذا الباب. بالتوفيق. تهانينا، إنه الخيار الصحيح. ضعي القبعة، الآن سنبدأ الحفلة. ليست بداية سيئة، أنا أحبها. هذه الكعكة لك يا إما، تفضلي. ماذا تفعل؟ أوبس، آسف، يدي زلقة قليلاً. مضحك للغاية. حان وقت المفرقعات، والأهم من ذلك الهدية. انظري، لدي ورق وشريط. تعالي هنا إما، الهدية الرئيسية اليوم هي أنت. أنا لا أرى أي شيء، أزلها عني الآن. آسف، لابد لي من الذهاب. إما، ما هذا؟ من الأفضل أن تبقي في مكانك ولا تتحركي بينما أفتح بابا آخر. لا، إنه هاجي واجي. مرحبا، لا تريدون الحصول على بعض المرح؟ انتظري مونيكا، أين أنت؟ ماذا يحدث هنا؟ أرجوكم اشرحوا لي. أنقذي نفسك يا إما، لقد فتحت لي هاجي واجي. أكره الضجيج. اهدأوا، توقفوا عن الصراخ. مونيكا، كل شيء سيكون على ما يرام، اتركيه لي. ماذا ستفعلين يا إما؟ سأصنع فخ، ثقي بي. انظري، لقد أمسكته. واو، فكرة عظيمة. أيها المسكين، كيف وقعت في الفخ؟ لكن أنت نفسك الملام. رأسي. لقد أنقذتنا يا إما، شكرا لك. نحن فريقان رائع. فقط امسحي وجهك. هذه المرة سنقرر بصدق من سيكون الأول. شيء لا يعمل. هذا كل شيء، لقد فزت. إذن دعونا نرى ماذا لدينا هنا. افتحي هذا الباب. أستمع وأطيع. مرحبا أيتها الجميلة، أعددت شيئا خصيصا لك. هل ترغبي في إلقاء نظرة فاحصة؟ ما هذا؟ يبدو مثل الرمل. سأعطس الآن، لقد دخل في أنفي. هذا ليس رامل أيتها السخيفة، إنه لميع، والآن تبدين رائعة حقاً. أعتقد أن الوقت قد حان لإطلاق بعض الموسيقى. لنبدأ مع الدي جي الخاص بي. هيا لنرقص، الجميع يرقص.
واو، يا لها من موسيقى رائعة، لا أستطيع المقاومة. إما انضمي، إنه ممتع. أرى أنه يعجبك. حسناً، لا أمانع في الاهتزاز والرقص قليلاً. علي صوت الموسيقى. كما تقول مونيكا، أنا أعليها. بالطبع هذا ممتع، لكن ضاق نفسي. آسفة، هذا يكفي لهذا اليوم. الآن دعونا نصنع موجة. حسناً، لن أقاطعها، سأدعها تستمتع. مرحباً مرة أخرى إما، سعيد لأنك اتخذت هذا الاختيار. دعونا ننتعش قليلاً. شكراً لك، لا أريد. يبدو أن صنبوراً قد انفجر، اتصلوا بسباك على الفور. الأنبوب لا علاقة له بالأمر يا مونيكا. أنا مبللة بالكامل، ما كان ذلك؟ فتحت إما هذا الباب للتو. أوه مخادعة، كان يجب أن أبللك وليس مونيكا. لقد كان ذلك حديثاً، أدركت بالفعل أخطائي، هذا يكفي، لا حاجة. سوف تتعلمي هذا الدرس لحياتك إلى الأبد. حسناً، أنا ذاهب. من اخترع هذه الأبواب الضيقة؟ وداعاً. اللعنة، أخشى أن أتخيل ماذا يمكن أن يكون مختبئاً خلف هذه الأبواب. لأكون صادقة، أنا خائفة قليلاً أيضاً. يجب أن نكون شجعان. أتشعرون بهذه الرائحة الإلهية؟ أعتقد أنها رائعة. أوه دونات، أخيراً شيء جيد، شكراً لك. الرائحة لذيذة حقاً، أنا لا أمانع في الأكل. هاي، ماذا تفعل؟ لا داعي لرمي بالكعك على وجهي، توقف الآن، هذا مؤلم للغاية، ساعدوني. إما انهضي. ما رأيك بنظراتي الحلوة الجديدة مونيكا؟ حسناً، سأتوقف عن العبث، حان وقت تناول الطعام. إما هذا ليس كل شيء، على الرغم من أنني أفضل الاحتفاظ بآخر قطعة لنفسي. لم أرى قط هذا العدد الكبير من الكعك دفعة واحدة، رائع. ربما يمكنني الحصول على شيء جيد أيضاً، سأحاول فتح هذا الباب. مرحباً مونيكا، هل تحبين المهرجين؟ أنا أخاف منهم. استرخي، ألقي نظرة. إما، هل أنت بخير؟ أنا لا أتعرف عليك. يبدو أنها أصبحت أفضل. حسناً، دعينا لا نتشتت، لنواصل. ماذا يحدث هناك؟ مونيكا، لماذا تصرخين هكذا؟ آه دونات، كيف لم ألاحظها من قبل؟ تعالي إلى هنا يا عزيزتي. بندقية غبية، لا تعمل، ما بها؟ أوه، بالكاد تمكنت من الاختباء، أنا لا أحب ذلك. إما، أنا آسفة، لكن علي أن أختبئ خلفك. افعلي ما تريدين، أنا بحاجة للحصول على هذه الدونات. إلا أن تأخذينها، أعيديها الآن، كنت أن أحصل عليها. أخيراً الجهاز يعمل. أحمي نفسك، الآن أنا مستعدة للهجوم أيضاً. الروعة، لماذا رميت الدونات خاصتي؟ أوه ماذا يحدث؟ إما انظري، الباب متوهج، يجب أن يكون هناك مخرج، أعتقد أننا وجدناه. انتظري، أنا أرى الدونات. لا تهتمي، دعينا نذهب. لكن ماذا عن دوناتي؟ أخيراً نحن في المنزل، وأنسي أمر الدونات. لكنني جائعة جداً. لا شك في ذلك. في الحياة كما هو الحال على الشاشة، يتم إخفاء شيء جديد خلف كل باب، قد يكون الفرح فقط. حظاً طيباً، إلى اللقاء.